هاد مو حلو هون أبدا، وهاد لهون تمام. خلي وشك على الباب لحتى تولي بتشوفك. جوري، إلي ساعة عم دور عليكي مشان تجي تساعديني، أنت شو عم تعملي عندك؟ طوليب خانم جاي ورتبت الغرفة. أنا كل يوم بنظفها وبرتبها. من اليوم ورايح ما بدي شوفك بهالغرفة أبداً. وإذا بدك تشتغلي جيبي الورد. بس طوليب خانم جاي وأنا لازم استقبلها، ما حضرت الجنازة من كتر الشغل وما عزيت، عن جد عيب. وهي أساس كتير عتبانة عليكي. الأوركيد جاهز، جيبي من المحل. الأوركيد صار بكل البيت، منجيب غير شي. جوري، اعملي اللي بقوله وبس. تمام. خبري أبوكي إنه العالم بلشت تجي لتعزي، يهتم بالسيارات. حاضر يا خانم. أيي على مهلك يا بنت، هلا بتوقعي. اجت توليب خانم؟ عم بيقولوا راحت على بروفة عرض ازياء بعد الجنازة. شو هالحكي، عيب عليكم. بابا انا رايحة على محل الورد، خالدة خانم قالت لي خبري ابوك يهتم بسيارات العالم اللي رح تجي مشان تعزي. اختي ليش عم تحمليها؟ مو شايفه بطنك لحلقك؟ هلا بتشيلها سيلين. ايه يلا حبيبتي خديها. ايه بس انا عندي درس كتير، من الصبح عم اشتغل وما هديت. من هلا عم قلكن ما رح ساعدكن بشي جوا، ماشي؟ سيلين ولا صوت ويلا اشتغلي. يا الله جيبي الصحون وتعي. وجعني ظهري والله. عن جد انا ماني عم صدق يولا، كانه انتوا اول مره بتخدموا بهالقصر هون. عم تنقوا من كتر الشغل مع اني اشتغلت اكثر منكم. شوفي حالتي وما طلع مني ولا كلمه وحده. يا الله منك، يعني هالاكل كله ما له داعي. الاغنياء شو بيفهمون بعاداتنا؟ اكيد على ريجيم كل حياته. يقول لعيب هالحكي، اسكتي. بس نحن لازم نعمل واجبنا تجاه انور بيك وما نقصر بشي. لا تنسي انه لحم كتافنا من خيره، الله يرحمه. جيت عمو يعطيك العافيه. اهلين بنتي جوري، انا جهزت لك الوردات، تعي خديهن. لا رح اخذ من هي. بس جماعة هالقصر دائما بيطلبوا الاوركيد. اي مو مهم هالشي، انا بدي اخذ من هدول هلا، رح يعجبوها لطوليب خانم كتير. يا اهلين. اهلا وسهلا توليب خانم. ايوه شرفت الخانم على البيت، قديش شايفه حالها؟ عمة حضرتك استقبلت اللي جايين يعزوا بالصالون وسالت عنك كثير. عمر بيك اجا خالده؟ لا، ليش هو جاي لهون؟ اطلعي على لبسه اختي، كل معاشاتنا ما بتشتريه. تقولي كانها جايه من عرض ازياء. طبعا لما هي ما بتبكي وبتتاثر بجنازه ابوها، مكياجها ما رح ينتزع للخانم. حتى اذا بكيت ما بينتزع. وما تحكي عن توليب خانم هيك والا رح تعلقي بلسان جوري. يه كانه ما كان ناقصني غيرك انت. جوري بتدافع عنا وانت بتدافع عن اختك. خلصنا بقى يا بنات، بلغنا هلا. ليكو الشغل لفوق راسنا، هلا بتجي جوري وبتساعدنا كمان بالشغل. اوه
أنا ما دخلني، هي اللي طلعت قدامي فجأة. خلص ما صار شيء، تعي معي. حدا بيوقف بنص الشارع؟ شو هالوضع؟ شو دخلني أنا؟ ليك شو صار من تحت راسك؟ شو بدي أعمل أنا هلأ؟ شو؟ ما بتعرف السوق أنت؟ قلت لي ما بتعرف السوق، روح من وجهي. دمي يا الله أنا عم موت، رح موت. ما لا ما بتموتي، لا تخافي، أكيد رايحة على الجنة. يا ربي اغفر لي ذنوبي، دخيل اسمك. بعترف عم فوت على غرفة توليب خانم بالسر، بس ما عم عمل شي بنوب. ايه بلا من شي سنتين خبيت فستان توليب خانم يلي كانت حتكبه بزبالي. لا تطلع فيني انا ما لبسته ابدا، طول عمري بحلم صير مثله، بس انا هلا عم موت. طيب اهدي شوي وروقي. يا رب سامحني لاني بكرهها ومبطيئة لخالدة، ما بقدر اتحملها لهالمره. لا تتشنجي ولا تشدي على ايديكي، حاولي انك تسترخي شوي. انا ما بقدر ابدا، ما فيني ارخي ايدي والا ببكي، ومشان ما ابكي حاسه بيا ضفيري عم ينغرزوا باللحم وعم اتوجع. يا ربي كمان سامحني لانه عم شوف مجد بالسر، دخيلك سامحني. شوفي يا انسي، هذا كل شيء. جوري جوري حبيبتي، لا تخافي انا هون. شبهها. تركها تركها، لا تحركها. خلص لا ترفع لها راسك. شو عملت لها؟ خليها هيك هلا بتصحى لحالها. يلا فيقي حبيبتي. جوري شو صار؟ مجد شوفي السيارة ضربتك؟ أنا فجأة على مهلك وقعت. على مهلك بسيطة، إذا ما أنك قدراني تقومي بناخدك هلا على المستشفى لحتى نطمن على وضعك. لا لا ما فيني شي، بقدر قوم، ما في داعي للمستشفى. طيب أوه يا الله دم دم. على مهلك، على مهلك، على مهلك. شوي شوي شوي. تمام. الورد وقفي أنا بجيبه نرتاحي. كأنه بدوخ من الدم. ايه بدوخ، ما بده تقطيب الجرح، دواكي كاسة لبن وتكون مالحة. أكيد ما رح تموتي يا خانم. يلا عن إذنكم هلا. أخي أنت دكتور ما؟ ايه يلا امشي روح، الله يطمن قلبك، ريحتني. هالزلمة لك انا شو قلت له؟ ليش شو قلتي له؟ مين هالزلمة هاد؟ هو يعني ما بعرف مين بيكون، بس انا هلوست شوي لما وقعت وخفت لما شفت دمي. بعدين دكتور مثل هاد منين بدي اعرفه انا يعني؟ طب تعالي معي. الله يرحمه. أهلين شرف. كان ما في منه أنمر بيك. إيه والله. توليب خانم وصل عمر بيك. عليا خانم العمر إلكم. شكرا شكرا كتير. العمر إلكم توليب. شكرا. تفضل. شكرا. هذا مو عمر حكيم أوغلو؟ غريب كتير، جاي من أمريكا لهون ليعزي، معقول؟ مستعد يروح على أمريكا بس ليعمل لي عملية لوشي. أي والله معك حق، محظوظة كتير يلي بتكون بحياة الدكتور عمر. عمر ممكن نحكي جوا بالمكتب؟ بصراحة وترني الجو هون. ممكن. لما عرفت بالخبر اجيت فورا لهون، بس ما لحقت الجنازة مع الأسف. الأمر إلك توليب. شكرا. تفضل اقعد. بابا كان يتفهم هيك شيء، بيشبهك، ما كان يقدر يحضر أعراس ولا جنازات بسبب عملياته.
كرمال الجنازة اجيت لهون عمر؟ طبعا جيت لعزي بأنور بيك. اللي بفهمه انك مالك مطول. هلا وصلت. شو رح تعملي؟ قصدي امتى رح تنتقلي لهون؟ انا ما رح انتقل لهون ابدا. مزبوط، لروح جبلكن المي كمان. يلا. جوري ايه شو صاير لراسك؟ لا ما في شي، تفركشت ووقعت على الارض. اختي جرح راسي ولما شفت الدم. بس ما تكوني دختي. مزبوط دخت، فكرت حالي عموت ومثل الهبله حكيت كل شي لواحد غريب. شو حكيتي؟ طولي بخانه ما اجيت من شوي وقاعده بمكتب المرحوم ابوها عندها ضيف. القهوة إلن ما؟ ايه إلن. أخذ لهم يا هانا. مستحيل، خالي دخانهم بدها اياكي تطلعي على غرفة جهاد بيك. بالأول باخذ لهم ياها وبعدين بطلع. قلت لك لا، خلص جوري روحي هلا. الله يوفقك. أنا فهمان عليكي توليب. بعد ما هربتي رجعتك ما رح تكون أبدا سهلة. صح، بس ما قدرت أهرب لبعيد مثلك. تفضل. الحمد لله على السلامة طولي بخانو. أنا ما قدرت شوفك بالجنازة لأنه بصراحة كان عندي شغل. أنور بيك يعني والدك كان غالي كتير بالنسبة لإلي ولعيلتي. طبعا أنا رح أتخرج من الجامعة هاي السنة، وطبعا كله بفضل والدك. يعني أنا كتير فهمانة حزن حضرتك لدرجة. طيب شكرا إليك، فيكي تتركي القهوة وتتفضل. القهوة؟ إيه طبعا طبعا. ألو. كيف صارت أمورك؟ بس مرقت على خير مو؟ مزبوط. القهوة رغوتها زيادة كتير كأنه. بس على مسؤوليتك رح أشربها. هي مو شغلي. تمام فيكي تتفضلي. اي ماشي. صحتين وعوافي. شو جابوا لعنا هاد؟ تبهدلت على الآخر والزلمة بيعرف كل شي عني. مين هذا الزلمة يا الله؟ جوري لك شو عم تعملي يا بنت؟ شو جنيتي؟ مين هو ضيف طولي بخانه؟ هو يعني أنا شايفته من قبل. استني شوي إلا ما أتذكره أكيد. لك مين؟ أنتوا ليش واقفين هون؟ مسعودة يلا على شغلك. جهاد بيك ناطرك. على شو عم تطلعي؟ قلت لك جهاد بيك ناطرك. مزبوط. جهاد تمام. جهاد ناطرني. بس ما كملت قهوتك، عم استنى زيارتك قبل ما تسافر. خلص بحاول. وكمان حابب شوف جهاد. رح شوفك. يلا. خالدة وصلي عمر بيك لو سمحتي. حاضر. جهاد بيك حضرتك بدك يعني؟
لك كمان اليوم ما قمت وفتحت البرادي لك جهاد؟ ما بيصير هيك، هي قربت تخلص، الألوان كتير قريبة من بعضها، كيف بتميزهم بدون ضوء؟ وهذا بنفتحه كمان. أختك إجت على البيت. شفتها وقت وصلت. مو قلت لك رح تجي؟ مستحيل تتركك لحالك. شو مو حابب تحكي معي؟ حاجة غلاظة، احكي لي شو في. بدي اياكي تكوني جنبي وبس، خليكي هون ولا تروحي وبس. بس أنا ما بدي ضل واقفة هون وأسكت، حابة نحكي مع بعضنا شوي. أنت ما رحت وحضرت الجنازة، حتى ما استقبلت اللي إجوا عزوكم. قد ما هربت ما فيك تهرب من أختك، يا ريت إجيت على الجنازة وبكيت شوي. يمكن لو صرخت وودعت أبوك كنت بترتاح. ما بيصير تضل حابس بقلبك جهاد. بدك صريخ؟ يعني بمرتاح؟ يلا قوم جهاد. لا مستحيل لا. يلا تعا. ما رح أقوم جوري. أنا ما بدي أقوم. كلمتي قوم لشوف. يلا صدقني إنه رح ترتاح. يلا يلا يلا. اسمعني منيح، رح نصرخ سوا ماشي؟ لا ما بدي الجوري. وافقت أنا عنك. ليك بلش، 3 2 1. أوه! انت هلا بترتاح. ايه جهاد؟ جوري أبي تركني لحالي وراح. أبي أجيوني تركني وراح. خلص تمام تمام، أبكي قد ما بدك. جوري بدي أبي. أبكي وطالح كل شي بقلبك. جوري جهاد تمام، لا تخاف. شبك؟ جهاد كان عم بيصرخ وأنا يلي قلت له يعمل هيك. سمعت صواتكن، كنتوا عم تصرخوا. ايه مو مشكلة اذا صرخت بترتاح. كنت خايفة تكون حالتك اسوأ من هيك. تعرف انه مالك متغير؟ حتى الغرفة ما تغيرت مثل ما هي، اللي زمان ما شفتها. سنتين يعني؟ بقصد انه اخر مرة جيتي من سنتين. عندي شغل وبدي انزل. جهاد أنا رح روح. الظاهر عندك هواية جديدة؟ لا من زمان كتير. المفروض انه ما يتشتت تركيزك، ولهيك ما رح ضل كتير. بس كل يوم كل يوم كل
كل يوم رح تجي لعندي، كل يوم. حلو. طبعا كل يوم مشان شوفك. تشوفيني بدون ما تطلعي بوشي؟ بتحسي الجنازة لحدا من قرايبيننا والله رح اموت. وحضرتك هربتي بحجة الورد وتركتي الشغل كله علي ست جوري. جوري ليكي بشو عم فكر؟ انه انور بيك عن جد طلع زلمة مسكين، ما شفتي؟ ليكو ابنه ما راح جنازة والبنت بالزور راحت. كرمال الله اختي، عالقليلة اليوم اسكتي. ليش شوفي اليوم بالله؟ مين اللي زعل على موت انور بيك، نحن ولا هنن؟ حتى ما نزلت له دمعه واحده يا حرام. هداك ابنه المجنون ما طلع من غرفته ابدا، والاميره اخته ما لها متاثره بموته ابوها. لك انت كيف بتحكي بهالطريقه؟ مين قال لك انه طوليب خان مو متاثره بموت ابوها؟ لك جوري هي رفيقتك، بجوز بتخاف على مكياجها اكثر من اهلها. اسكتي وما بقى تحكي بنوب. اسمعي منيح، اوعك تغلطي بحق طوليب خان والا بتندمي والله. انت كرمال وحده مثل هي عم تهددي اختك مو؟ توليب خانم ما بتشبه اي حدا، عم نشتغل هون من سنين، احترمي هالشي عيب عليكي. بدك تعلميني شو العيب بالله؟ روحي تعلمي كيف المفروض تحكي مع اختك. وانت صار لازم تحترمي حالك. لا عم سوتيها كثير. اسمعي منيح يا لسه التربايه، بدي ربيكي من جديد. انت صار وحده ما فيني اعمل لك تربي الاكبر منك بنوب. خلاص شو عم يصير؟ شو بكون؟ ولا شي بابا. هالبنت على مو براسة بابا، بدون سبب شدت لي شعري. لك انتي يلي بلشتي. انا هيك ربيتكن؟ لك ما في احترام انه اليوم في عنا جنازة؟ جوري شوفي اختي، ما رح اسمح لها لهيولا تقلل ادبها مره ثانيه ابدا. روحي وقولي لها لا تحكي عن طوليب خانم من ورا ظهرها. طيب هلا فهمت ليش متضايقه. يا حرام. انت سبقينا سيلين. شوفي انت معك حق، احيانا يولا لما بتحكي بتزودها، بس موضوع توليب خانم صاير عندك مثل المرض. هذا ما اسمه مرض. تتذكري وقت امي كانت تقعد وتحكي لنا قصص؟ وقت كانت امي تمرض كنت اهرب لابكي، كنت روح على حديقة القصر مشان ما تشوفني أمي عم أبكي وتتضايق بسببي. كنت شوفها لطوليب خانم وهي واقفة على البلكون، كانت بتجنن وكانت بتشبه كتير الأميرات يلي كانت أمي بتحكي لي عنه. وبعدين إذا بتتذكري تأزم وضعها، بعد ما نقلوها على المستشفى رحت وقصيتوا لي شعري بعد ما كان طويل لنص ظهري، بس شعرات توليب خانم كانوا طوال كتير مثل الحرير. وبعدها ما عاد شفت أمي، بس كل ما شوف توليب خانم بتذكر قصص أمي الحلوة. هي ملاكي،
جوري انت كمان ملاكي حبيبتي. تعي لعندي على البيت لنشوف فستان تخرجك. يلا. اوف عمتي، قلت لك بدي اقعد شم شوية هوا بس رجعتي تحكي بنفس السيرة. ابوكي ما عاد موجود طليب، ونحن لازم نحكي ونتفاهم. انت الك فترة طويلة بعيدة عنا، بعيدة كتير، وما بتعرفي شو صاير. بس جهاد له سنين ما عم يطلع برات باب هالبيت. الدكاترة عم يقولوا انه ما له علاج ورح يضل هيك. ايه بعرف، عندي علم بهالامور كلها. اي تغيير ممكن يفوت على حياته بيعمل له ردة فعل وبتكون خطيرة كمان. حاولي تتقربي بدون ما تأذيه واصبري عليه لجهاد. اعطيه وقت ليتقبلك. اصلا انا متاكده انه اذا حضرتك بدك تضلي تيجي لعنا وتضغطي علي بهالقصه اكيد رح يتاثر وتكون رده فعله كتير خطيره. يبدو لازم امشي. جوري طالعة بتاخدي العقل يا اختي. ورجيني كأنه قصير شوي. اي يي شكتك الابرة معناها راحت عنسي. كيف يعني مسعودة؟ ايه شو بيعرفني انا، هيك بيقولوا ولا يهمك. خلينا نطوله شوي بلا ما يشوفه مجد لانه بغار كتير. مجد ما رح يشوف الفستان علي. خير ان شاء الله. ليش مو رايحة معه على الحفلة؟ هيك على اساس. ايه بس رجع سمعني حكي بلا طعمة. من لما انا فتت على الجامعة ونحن منتخانق مع بعضنا كل يوم بيتحول بس يسمع بالجامعة وما بيطيق احكي له شي عن رفقاتي. ايه معلش، الشاب مو طالع بايده شي، اجيتوا على هالدنيا مع بعض. انت طلعتي من الحارة وتربيتي بالقصور وتعلمتي ورح تتخرجي بعد كام يوم. ما شاء الله. وبعد فترة رح تشتغلي بشهادتك. بس مجد ترك الدراسة، يوم جرسون ويوم على الموتور، شو بده يعمل؟ يعني معه حق، حاسس حاله أقل منك. شو؟ أنا ربيتك لما بتفوت بتسلم. مساء الخير، كيفك أبي؟ اسمع، روح جيب لي قنينتين كبار. الزلمة ما رضي يعطيني بالدين، وأنت في معك مصاري. لا والله بابا، هذا الأسبوع لسه ما قبضت. شو هالحكي؟ تصرف مصاريك على ابن صالح الدلوعة وبتجي لعندي مفليسة يا واطي. بابا احكي معي منيح.
يا عيني يا عيني، عم ترد بوش ابوك يا واطي يا ندل. شو بدك ياني يا اخو نزلك؟ انت بدك تعلمني كيف بدي احكي بعد الزمن؟ فهمني كيف هيك بتصرف على هديك الفلتانة وبتحرم عن ابوك المصاري يا وسيخ؟ بس يا بابا انا كل اسبوع بعطيك كل شي بقبضه. لا تنسى المصاري المخباية. ايوه ايوه، عم تراقبني وين عم حط المصاري كمان؟ بدك تحط اللي بايدي كل شي معك من المصاري، مو ناقصه ولا قرش. عم تفهم علي؟ انا اب ومن حقي هالشي. يلا روح بسرعة، يلا روح جيب لي قنينة مشروب. قنينة شو لك ابي؟ انت مانك قدران تتوازن. لك انت شو دخلك فيني ولعك؟ وين المصاري؟ اكيد هون حيوان، اكيد معك. لك هدول المصاري شو عم يعملوا معك؟ قلي، هدول من حقي. بهالطريقة كنت تاخذهم من امي بالضرب، ما هيك؟ ولا لتكون نسيت؟ يلا روحي ديري بالك، بس توصلي علميني. ليكي سهرك وصل، بتحبي يوصلك؟ اهلين يا سهري. اهلين فيكي، والله القعده ورا الدركسيون هلكتني. يلا تعالي وصلك. لا رح امشي، الطقس كتير حلو. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. مانك شايفي هذا السرسري؟ مثل القط اللي على باب اللحام. ايه تعا تعا، فوت لجوا فوت. انا متأكدة انه صهري شافك وطنش لك، قلت لك قبل ما تجي اتصل وخبرني لحتى اتصرف، لكن لشو اخترعوا الموبايلات؟ انا بحبك كتير مجد، اللي شوفي شو صاير لراسك؟ ما في شيء، حادثة صغيرة. أبوك السبب صح؟ لا، خبطت بالباب. ماجد قولي الحقيقة، أبوك السبب ما؟ قلت لك خبطت بالباب ولسه بتقولي إنه أبي السبب؟ رايح معك على حفلة التخرج، ما بدي اتركك لحالك. انا حابة تكون معي بهاليوم، ما بدي اياك تجي على الحفلة وانت ما بدك. انا بدي اياك تشاركني فرحتي. انا بدي شاركك بكل تفاصيل حياتك، مو بس بفرحتك. ليش انا مين اللي غيرك انت يا حبيبتي؟ العمى شفتي لي على هاي الضربة؟ لما شفت هداك التافه ماسك ايدك كنت رح ادفنه محله. جوري انا كتير بموت فيكي وبغار من اي شخص حتى لو شفتي صدفة. انا شفته لهداك الرجال،
بنته اللي بخانهم طلعت بتعرفه واجع على القصر وقتها تمنيت لو الارض تنشق وتبلعني. وليش تتخجلي؟ كانت حادثه. هو كان شو كان؟ ولا شيء. انسى، يلا خلينا نمشي. مجد كلهم عم يتطلعوا عم يتفرجوا علينا. يلا حبيبي مجد امشي يلا. طيب هاتي ايدك. لك لا طول بالك، بعطيك ايدي بس نفوت بالحارة. جهاد بيك؟ أنا هون. أختك تحت والمحامي قاعد معها. هلأ رح يفتح وصية الوالد. توليب خانم قال لازم تكون موجود. هي مانا جاي لهون؟ مين؟